إن ثقتنا في الشعب الجزائري لكبيرة. طيب بالنسبة للأجواء العامة التي جرت نهار أمس، الجو العام بالنسبة للانتخابات؟ كان أيضا جو ممتاز، وأشكر السلطات على هذا الوفاء بالعهد. لقد وعدونا بأن تكون الانتخابات صحيحة. J'ai d'abord reçu un coup de fil de M. Habar, chef du gouvernement, me disant textuellement, c'est Khaled à toi de jouer. أما نحن لم نتكلم لأن جبهة الإنقاذ ذاك كانت تطالب بذهاب حكومتي من الساحة السياسية وكان لها ذلك. J'ai dit que ma mission n'était pas de détruire l'office. لا يعقل أبدا أن يضرب الشعب بأبنائه. الكل يعلم أن إضرابنا كان سلميا. وإذا أراد الشعب أن يغير نظاما فالحق كل الحق بأن يغير ذلك النظام، لأن النظام خاضع للشعب ولا يمكن أن يخضع الشعب للنظام أبدا. أسأل الله أن ينجي بلادنا كل فتنة. أوافيكم سادتي سيادتي بالنتائج الجزئية التي وصلتنا. Nous, militaires, on savait que le fils allait gagner. On croit que l'élection, hein, c'est la pierre de touche de toute démocratie. Oui, dans certaines conditions. سوف نحترم قواعد اللعبة. أنا قلت في كل الحالات ماشي مستعد نغادر المنصب. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut trouver une autre solution. Comment trouver une autre solution pour arrêter le processus électoral et dire qu'il n'y aura pas de deuxième tour. On ne fera croire à personne que stopper un processus électoral chèrement acquis est une avancée de la démocratie. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ورحبوا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقة الحدث المغاربي. نتحدث عن شهر جوان في مثل هذا الشهر من عامي 1990-1991. شهدت الجزائر أحداث شكلت مؤشرا لتوجه الجزائر إلى مشهد تعاني منه لغاية الساعة. فاصل ونبدأ النقاش. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن في مثل هذا الشهر من عام 1990 شهدت الجزائر أول انتخابات تعددية ديمقراطية وحرة منذ الاستقلال. ففي 12 من جوان كانت انتخابات المجالس البلدية والولائية، والتي أفرزت نتائجها فوزا كاسحا للجبهة الإسلامية للإنقاذ، إذ حصلت الجبهة على 853 مقعدا في المجالس البلدية من أصل 1539، و 31 مجلسا ولائيا من أصل 48 مجلس ولائي. المراقبون تحدثوا حينها عن نتائج عكست الأثر البالغ للخطاب الذي تبنته الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والنجاح الذي حققه هذا الخطاب في اكتساب ثقة المواطن الجزائري التواق حسب هؤلاء إلى حياة جديدة، حيث ركزت على إقامة نظام إسلامي مبني على العدالة المنشودة ويضمن للمواطن الحياة الكريمة وما يطمح له من حرية للتعبير، وأيضا محاربة للآفات الاجتماعية التي تراكمت مخلفاتها
منذ قيام الدولة الجزائرية سنة 1962، فوجد فيها الشعب الجزائري حسب هؤلاء المراقبين البديل المناسب القادر على مجابهة فساد السلطة وإصلاح الأوضاع. إذن كانت هذه الانتخابات البلدية سنة 1990 هي نتاج لمخاض بدأ منذ الاستقلال، لكن برز بشكل بارز في 5 أكتوبر 1988. تولد عن هذا الحراك الشعبي في 5 أكتوبر تغيير للدستور، جاء سنة 1989 ودخلت البلاد في تعددية سياسية، فجاءت هذه الانتخابات وشارك فيها الكل، لكن نتائجها أغضبت البعض. للحديث حول هذا المشهد الأول من شهر جوان، قبل أن ننتقل في الجزء الثاني إلى مشهد آخر حدث في نفس الشهر لكن من عام 1991، حين دخلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في اعتصام مفتوح احتجاجا على تقسيم انتخابي وصفته بالجائر. إذن في هذا المقطع الأول من حلقتنا نتحدث عن الانتخابات البلدية 1990. سأستضيف مجموعة من المعنيين بهذه الانتخابات، شيوخ بلديات فازوا بهذه الانتخابات وجدوا أنفسهم أمام تحديات صعبة، لكن التحدي الأكبر كان حرمانهم من أداء هذه المسؤولية التي انتخبهم من أجلها الشعب. إذن قبل أن أبدأ بضيوفي المعنيين مباشرة بهذه القضية، أستضيف أيضا هنا في الأستوديو القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأستاذ عبد الله أنس. أرحب بك أستاذ عبد الله في هذه الحلقة الخاصة والتي نخصصها لحدثين مهمين وقعا في شهر جوان. نتحدث أولا عن انتخابات 1990 البلدية، ثم عن اعتصام الجبهة الإسلامية للإنقاذ سنة 1991 وما نتج عنه من تداعيات. إذن كانت الأجواء أجواء تعددية سياسية في البلاد، جاءت بعد الدستور 1989، الأحزاب انخرطت في أول انتخابات تعددية في البلاد فازت بها الجبهة فوزا كاسحا، لكن الأمور أو هذه النتائج ربما لم ترق للبعض. كيف راقبتم أنتم قبل أن تكون قيادي كمراقب للوضع في الجزائر هذا الحدث بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكرك أخي سليم وأشكر قناة المغاربية على هذه الاستضافة وعلى هذه الالتفاتة حول هذا الحدث الجلل من تاريخ أمتنا وتاريخ بلدنا العظيم الجزائر. إن كان هناك من وقفات مع هذا الحدث، فالمثل الإنجليزي الشهير لا يمكن أن تراه مجسدا في مجتمع وفي قضية مثلما تجسد في الجزائر ابتداء من الإضراب وإلى الانقلاب. المثل القائل if you don't run it burn it. إذا لم تدير أنت، إذا لم تحكم أنت أحرق. يعني إذا لم تدير مهما كانت هذه الشركة أو مجتمع أو دولة أو سلطة، إذا لم تديرها فهذه الثقافة الأنانية، الثقافة الشريرة، أنا وبعد الطوفان التي بتنا نسمعها الآن تتكرر في سوريا، وكأن التغيير إذا حدث في سوريا على يد الشعب السوري هو الشر القادم. هذه النفسية الأنانية الشريرة التي يعيشها الشعب السوري عاشها الشعب الجزائري بعد التعددية. وأنت تعلم تلك التعددية كانت محطة لم تكن استحقاقا ألغية ضمن ثقافة الاستحقاقات الديمقراطية أو الانتخاباتية، وإنما كانت محطة لنقل الجزائر من ثقافة الاستبداد، من ثقافة عقلية ما أريكم إلا ما أرى، من عقلية حكم الفرد، من عقلية الكورابشن الفساد الإداري والمالي. فجاءت تلك المحطة لتنقل الجزائر إلى محطة التعددية، إلى محطة الحكم المؤسسات، إلى محطة الشرعية. فالذي تدخل
وأفسد ذلك الربيع بجدارة كان ربيعا، الذي أفسد ذلك الربيع لم تكن تحكمه أي فلسفة وأي عقلية سوى إذا لم تديرها أنت فاحرقها، وقد فعلوا، استغلوا في ذلك. نعم لا نستطيع أن نتجاهل أنهم المجتمع كان بحاجة إلى تواصل فكري، كان بحاجة إلى تواصل ثقافي، كان بحاجة إلى تواصل سياسي وتواصل اجتماعي. كان هناك من لم يفهم، ولا ربما قد كنا جزء نحن من ذلك، من لم يفهم بأن مشروع الشريعة الإسلامية ليس بالضرورة سيصادم مشروع الحريات، وليس بالضرورة مشروع ما يسمى بآليات الديمقراطية في الغرب ليس بالضرورة مصادم للشريعة الإسلامية. واستغل هؤلاء الأشرار ضرب هذا التسطيح في المجتمع، مجتمع خارج من 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 حقبة استعمارية دامت أكثر من 130 سنة، الأفكار فيه لم تتضح، فيحكمه التسطيح في النقاش في الوقت الذي كان بحاجة إلى سلطة أن تقطع بالجزائر إلى بر الأمان من خلال إرساء أجيال تؤمن بثقافة التواصل والحوار. وإلا لوجدنا في النهاية أن هذا الصراع النكد، بينما لو نظرنا إلى جوهر الشريعة لوجدناها لا تتعارض مع الحريات أو مع ما يسمى بآليات الديمقراطية إذا كانت تعني في محكمها السلطة أن تكون هي مصدر التشريع، الأمة أن تكون مصدر التشريع، محاربة الفساد، رفع الظلم، استقلال القضاء. فدخل، فهؤلاء الأشرار جعلوا استغلوا هذا الفقر على مستوى التنظير وعلى مستوى التواصل الاجتماعي، وأدخلوا البوابة وأدخلوا البلد في دوامة من الجحيم كلفت 250 ألف قتيل إلى يومنا هذا لم تتعافى الجزائر منه. سنواصل القراءة السياسية لهذه المشاهد. أريد الآن أن أسمع من رؤساء بلديات نجحوا في هذه الانتخابات. ربما الكثير من الشباب الذين يشاهدون هذه الحلقة والذين سيشاهدونها في الإعادات أو عبر موقعنا في اليوتيوب المغاربية تشانل، ربما قد يتعجبون من سماع شهادات عن هذه الحقبة، حقبة كانت فيها تعددية سياسية حزبية في الجزائر، وجرت أول انتخابات حرة وديمقراطية في الجزائر سنة 1990، كانت هذه انتخابات بلدية. أستضيف الآن رئيس بلدية يسر في بومرداس السابق السيد إبراهيم غربي. سيد إبراهيم، يعني لو أردت أن تضع الأجيال الآن في صورة ذلك المشهد، يعني مشهد الديمقراطية والحرية و يعني كومباني إلكتورال كان فيها التنافس بين العلماني والإسلامي والوطني، وثم جاءت هذه الانتخابات وفزتم بهذا المقعد، لو تضع الكل الذي شاهدنا في هذا في ذلك المشهد. سيد إبراهيم، منبركم الموقر، أحيي طاقم القناة ومشاهديها، وأحيي الشعب الجزائري عامة، وأهل منطقة القبائل خاصة، وأهل بلديتي بلدية يسر على وجه أخص. أما فيما يخص سؤالكم أخي سليم، أذكر فقط، وهذا بموجب دستور 89 أنشئت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهي لا تزال في طور الطفولة، احنا بمعنى عام من تأسيسها، خاضت الانتخابات المحلية لجوان 90 من القرن الماضي، وفازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ ب 853 بلدية كما تعلمون من أصل 1539، وكذا 32 ولاية من أصل 48 في أول انتخابات تعددية التي جرت في شفافية تامة، فكانت بذلك حرة ونزيهة بشهادة الجميع حتى النظام في حد ذاته. قد يتساءل الإنسان لماذا اختار الشعب الجزائري في غالبيته الجبهة الإسلامية للإنقاذ. جميل، وهذا سؤال مطروح. نعم، وهذا سؤال مطروح. يعني نعم، في اعتقادي أولا أن الجبهة قدمت مشروع حضاري يدعو أولا إلى الرجوع إلى أصالة هذا الشعب
وإلى القيم نتاعو وإلى التقاليد نتاعو وإلى الثقافة نتاعو. ثانيا الجبهة اختارت رجال، احنا اخترنا رجال على مستوى كل بلدية في تلك الانتخابات عندهم قبول كبير عند المواطنين، معروفين بأخلاقهم، معروفين بإخلاصهم، معروفين بأمانتهم، معروفين أيضا بثقافتهم وكفاءتهم. فكانت النتيجة على كل حال يعرفها الجميع، رغم ما قيل من المترشحين تاع الجبهة، قيل بأنهم متطرفين ورجعون للقرون الوسطى، ولكن الحمد لله ما راكو تشوفوا هاي الصورة تاع رئيس بلدية أمامكم، رانا شابين والحمد لله وما فيش إشكال في هذا الجانب. طيب كيف لقيتوا البلديات؟ شوف مهم، أنا عندي سيد يعني إبراهيم، يعني كيفاش كانوا أعداء الجبهة ولا أعداء المشروع الإسلامي والنظام بصفة خاصة. في مرة من المرات وأنا داخل المكتب تاعي صبت زوج فتيات تنتظران في الرواق اللي أدي للرئيس، يعني المكتب تاع الرئيس. فلما دخلت قلت لعمي بوعلام، هذا إنسان هو هذا الحاجب، وش يحتاجوا هذوك البنات؟ قال لي يا خا الشيخ أنتم ما تستقبلوش البنات اللي ما يديروش حجاب. قلت له سبحان الله، يعني وصل هو مسكين حتى دخلوه في هذا الدوامة، ولا يقول باللي هذا الإخوة ما يستقبلوش بنات ولا حجاب، ولا ما يستقبلوش الناس ماشي من طرازهم ولا إذن. فقلت له عمي بوعلام، احنا أصبحت بعد الانتخابات أنا رئيس بلدية 40,000 مواطن، أي مواطن يجي باش لرئيس بلدية ولا كانت مرأة متحجبة متجلببة غير متحجبة أهلا وسهلا بها. يعني مرة أخرى جاءتني ثان مديرة، قالوا سيد إبراهيم، تجربة مديرة تاع سوناكوب أليبوك، سوناكوب هذه شركة تاع الخشب متواجدة على أرض البلدية، تفسر على شركتها، شركتهم اللي كانت موجودة في التراب تاع الوالد. فكنت أتكلم معها بالفرنسية، قالت لي بون مسيو بريزون فوزات دو اف ال، قلت لها نو مدام. قالت لي ممكن فوزات دو ار سي دي، نو مدام. فوزات دو اف اف اس، نو مدام. ما قالت لك مستحيل هذا الشاب اللي امامي يومها 29 سنة كيفاش هذا فيس، لان كانت نظن بالنسبة لها هي المنتخبين تاع الجبهة الإسلامية هو ناس عندهم ليحة طويلة ولا عندهم القرون ولا لا ادري ماذا كان يصوروا لهم من خلال الجرائد على كل حال اللي كانت تسوق هذيك الصورة على الجبهة الإسلامية وعلى منتخبيها. المهم فيما يخص وضعية البلدية يومها، هذا هو السؤال، يعني انا كنت فضل نطرح عليك السؤال لانه هذا يعني بنروح مرحله مرحله. قضيه ما قيل عن قضيه عن مساله تسييركم لهذه البلديات، هناك مجموعه من الاتهامات، خليني ندخل لك على الاقل اثنين. قالوا انكم اسأتم التسيير، يعني ما كانش عندكم الاكسبيريونس وخلطتوها يعني في النهايه. ثم الشيء الاخطر قالوا انه مارستم نفس المحسوبيه اللي مارسها لفلان، واتهمتم بأنه حتى كان بعض الأراضي وكذا، قال تاع الفيس سلموها لجماعة الفيس. شوف الأخ سليم، الحاجة اللي نقدر نقولها لك أنك أنت في بلدي سر، وهذا نظن في كل بلديات تاع الجبهة الإسلامية الإنقاذ، بعد ما يعني بعد التوقيف المسار الانتخابي وحل المجالس هذيك، جاءت لاكور دي كونت، وهنا بشهادة وراي يسمعني هذا عمي الرشيد اللي كان المحاسب تاع البلدية، قال لي جات لاكور دي كونت فلم تجد نقطة، ما قال لي ما صابوش وين يحطوا نقطة. قال لهم يا خويا مالغري ما نتفاهمش واش معاهم، ولكن في التسيير الحمد لله بينوا باللي واحد المقدور يتعني واحد القدرة على التسيير. والدليل أكثر من ذلك، تروح تجي البلدية اللي سيروها كل منتخبين تاع الجبهة الإسلامية راح تلاحظ باللي كاين قبول تاع الشعب مازال ينتظر فينا إلى يومنا هذا. احنا كنا الأخ سليم أقرب ما يكون من المواطن، كنا نعيش آلامه، كنا نعيش أفراحه، كنا نعيش أطراحه، كنا نقاسموه كل شيء. أنا شخصيا كنا دايرين في كل دشرة أسرة تتلقى الشكاوى من عند المواطنين باش يجيبوها البلدية، وهما اللي يرتبوا الأولويات على مستواهم. أنا كنت كل جمعة نمشي، إحنا جبال قبائل جبال، كل جمعة نصليها في دشرة من المداشر ولا في جبل من الجبال، نصلي معهم الجمعة ونستمع إليهم. يعني كانت واحدة التعاطي معها، كانت واحدة الإيجابية كبيرة. إلى يوم هذا المواطنين ينتظر يقول لك ما شفنا حتى بلدية جازت على، لأن ذهنية الحزب الواحد والأوامر الأفقية اللي كانت تجي هي اللي كانت طاغية، بحيث أن الوالي ورئيس الدائرة وتعرف مش معناتها محافظ الحزب يومها ورئيس القسمة هم الناهون والآمرون،
فكان المير وإن كان ناس مليح، وأنا نقول باللي المير اللي سبقني هنا قبل ما نجو هنا كان وليد فاميليا وناس مليح، ولكن لا حول له ولا قوة، كل شيء تجيه من الفول، وبالتالي هذا كله كبر الهوة اللي كانت بين المواطن والمسؤول، وأصبح الرئيس يعني وإن كان ناس مليح فكان رد فعل المواطن والمسؤول والعامل كلها سواء. كيف كيف المير ولا يمد لجماعته والفاميلته، والوالي يمد لجماعته، والمحافظ كيف كيف، والعامل أصبح يتعاطى الرشوة، والمواطن بات بين المطلقة والسندان، وحتى لقينا هذه الثقافات يعني الرشوة والمحسابية والجهوية والبيستو إلى غير ذلك من الأفات. نحكي لك مرة أخويا سليم، واحد الشيخ جاء مسكين هكذا اللي قيشي هذوك تاع البلدية، راح لعند الأخ اللي مكلف باش يخدم هذا شهادات الميلاد، خدم له شهادة الميلاد فم يعني تطلب دقيقة، أعطاه له هذاك الشيخ خزر يمين وشين، قال له وليدي شحال نعطي لك؟ قال له يا أبي يا شيخ علاش؟ قال له سبحان الله، قال له مال في كنجي وغالى زكا تما ولي غدوة ولي سمانة الجاي على ورقة يا أخي، يقول له ولي غدوة، إذا نحس باللي كأن نخدمها له يريد من وراء ذلك يعني شوية دراهم رشوة ولا حاجة من هذا القبيل. بغيت نقول لك يعني الفترة اللي وين كانت عام ونص، ونزيد نقول لك خويا سيد الميزانية الضئيلة اللي كانت عندنا 376 مليون سنتيم، يعني مقارنة باليوم ميزانية تاري في 14 مليار، الأمور كنا نمشيها بلدية 40 ألف نسمة، كنا في الشتاء نشوي لهم ساكن كوفرتات باش نغطيهم، في الصيف نشوي العجائز هذوك ربات، نعطي لهم الأغذية نعطي لهم الأغطية، يعني كل إنسان كان ما كحتى واحد ما دبشر. حتى نقول لك الأخ سليم، الثقة اللي كانت تجمع بيننا وبين المواطن أصبحت أنت كي تخدم له زمان يخدموا لهم هذوك الضو مثلا ليك لي راش بيبليك، العشية يبدأوا هذوك الشباب يكسروا فيهم بالتربولات هذوك، بالصح مباشرة بعد ما جينا حنايا والله يا أخي أصبحنا دير فوتو يبقى هكذاك ما كاش لي يمسو الطريق تعبد ما كاش لي يخسرها، أصبح الناس حسوا بلي هاد الناس اللي جاوا يخدموا فيهم ناس يريدون الخير، والعمال داخل البلدية كلهم قامرهم يسمعوني كانوا واحد يدي حديدة واحد يدي حاجة. نهار جيت أنا قلت لهم يا خوتي إذا كان جيت بعد 8 روحوا بعد 8، ولكن إذا جيت قبل 8 أنتم روحوا 8، والعشية نفس الشيء، معناتها حتى هما كانت بعض السكنات تاع البلدية جمعت العمال البلدية قلت لهم أنتم اختاروا ربعة اللي يستهلوها، والحمد لله اختاروا فيما بينهم أربعة يستهلوا ووزعنا لهم، معناتها يعني وصلنا إلى واحد درجة من الثقة بيناتنا وبين المواطن، ولكن للأسف الشديد جاء هذا النظام وعطل هذه الأمور، رغم أننا في هذا الظرف القصير عبدنا الطرقات، إنارة عمومية في المدن، إنارة ريفية في القرى والمداجر والجبال، مدارس في القرى، لي سونتر سونتي على مستوى، ويشهد ممكن كان يدخلوا راح يبين لكم باللي يعني على كل كي نتكلم لك على بلديتي يعني بلديات بومرداس كلها اللي كان على رأسها مختار جلالي ربي يرحمه، اللي كان يسير بواحد الطريقة بواحد المستوى يعني نادر ما تجده اليوم عند ما الذي حدث بعد والحديث عن استهداف لرؤساء البلديات في بدايات التسعينات يعني وقتلهم وكل هذه المعلومات، ما الذي حدث في تلك المنطقة بالذات ليكم انتم يعني؟ نعم أخ سليم، هي بعد توقيف المسار الانتخابي هناك بعد عوضوها بالمندوبيات هذه لذاك الذي أفسدوا في الأرض يعني أفسدوا في البلديات واحد الفساد، أصبح ذاك بيكون في علمك خويا سليم في القانون تاع هذا النظام كان لديسيزيون دو ذاك كانوا سانز أبيل، معناتها بغى لو كان تشوف كيف أصبحت المدينة يا أخي 20 سنة بعد ما خرجنا من البلديات هي راهي تتأخر يوم بها. يعني واحد الرداءة يعني أصبحت ماشي ثقافة الرشوة ثقافة المحسوبية ثقافة الوسخ والعياذ بالله، راهي سائدة المدينة توسخت واحد الوسخ ما تقدرش تصوره، يعني أصبحت ما قدروش يجيروا القمامة تاعهم، داروا هذو اللي داك ومن بعد داك بالطبع يحكم فيه شاف دايرة يحكم فيه شاف دبريغاد والكوميسار إلى غير ذلك من الأمور، ولا يوزع شمال وجنوب يعني البلد. خلينا بعض الديبلون معناتها سواء في المدينة كنا راح نبنوا مدينة ما شاء الله يعني إداءة هيكلتها بشكل يعني حضاري يا ودي كلوها كل منطقة حتى لزيسباس فير
على مستوى بعض هنا في لوتيسمون اللي عندنا ليسباس فير والباركينغ عطاهم ولاو ثاني فيلات للناس. اصبح درك مسكين اطفال ما عندهمش وين يلعب. ما انت هذا اللي داك هذو بعدنا يعني تشوف العجب العجاب. ولو كان يعني تكون فرصه في المستقبل به الناس يجي صور المدينه البلديه كيف اصبحت والناس رؤساء البلديات اللي كانوا يومها مساكن التعب اللي تعبوه والاخلاص اللي كانوا والتفاني في خدمه المواطن وخدمه هذا الوطن العزيز صابوا نفوسهم اما مساكن من الخوف تصبح في الجبال. انا نشكرك في شكرا جزيلا الشكر ابراهيم غربي رئيس بلديه يسر تبع لي ولايه بومرداس سابقا. انا نشكرك كنت اول ضيف شاهد ومعني بهذه القضيه. سنتواصل معك ان شاء الله في مناسبات اخرى يعني كلمه قبل ان نذهب الى رئيس بلديه باتنا وانت تسمع يعني لهذه التجربه. واضح يعني فعلا تاكيد للمعنى احكم او احرق. يعني حل العمل بالدستور، صرف الرئيس إلى بيته، إحلال هذا مؤسسات الدولة وشرعيتها رغم الشرعية المنقوصة اللي كان معترضين عليها الناس، لكن شرعية منقوصة أبدلت بشر مطلق. صح. فمجلس عسكري تأتي برجل هارم من من بلاد أخرى ترك البلد 30 سنة وضربوا المجتمع، وها هي النتيجة التي تراها الآن. حتى أصبح من كان يفترض فيهم، وقد جبتم الآن كلمة إلى رئيس الوزراء الأسبق أحمد غزالي وأمثاله من بعض الشخصيات المفترض فيها أن تكون مدنية، تكون خادمة للمجتمع بكفاءتها المدنية، حولوها إلى موظفين ليكتشفوا بعد ذلك. وقد أعلن إذا تذكر قبل سنتين نظرية النظرية التي أعلن لحركيز دو بوفوار، ما اكتشف انه في النهايه نحن ميليشيات السلطه، لم يكن فيها لا لا لا, لا ديمقراطيه ولا حريات ولا احزاب، هذو رجال الدولة اصحاب. فاذا اصحاب القرار هذا الذي ارادوه وكان لهم ذلك. انظر الى الجزائر خربه. عن ماذا نتحدث؟ ولا لعلك ستسمع يعني من المتدخلين بعد ذلك والإضرابات التي تسمعها اليوم. يعني الآن بعد مرور 20 سنة فعلا نفذوا اللي كان في ذهنهم، إما نحكم أو نحرق. طيب. وفعلا سياسة الأرض المحروقة، ها هي الجزائر أمامك أرض محروقة. الله يعين اللي راح يتصدى لإعادة الإخضرار فيها. طيب معنا عبر خدمة سكايب عمار ربوح رئيس بلدية باتنا، أيضا تجربة كانت في هذه الولاية في هذه البلدية بالذات سنة 1990. سي ربوح احكي لنا على تلك التجربة، كيف وجدتم البلدية، كيف كانت العلاقة مع رئيس الدائرة، ماذا عن الميزانية اللي كان لكنتم تصرفوا فيها، ماذا عن الأجواء اللي كانت في هذاك الوقت؟ قبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحيتنا لقناة المغاربية قناة الحرية والشهامة والإباء، وهي المتنفس الوحيد الذي نتنفس منه، وتحيتنا لشيخنا الوقور عباس مدني وليثنا الهصور علي بالحاج. أما بعد، فحكاية الانتخابات البلدية التي جرت في 1990 الناس كلها يعرفونها، فنحن تقدمنا الانتخابات بقانونهم الذي سطروه، بقانون تقسيم دوائرهم وبقانون الانتخابات الذي وضعوه على المقاس حتى يفوزوا هم بهذه الانتخابات. ومع هذا شاء الله تبارك وتعالى أن تنتصر الجبهة الإسلامية بمئات البلديات رغم العراقيل ورغم القوانين الجائرة البائرة التي وضعوها لعرقلتنا ولإقصائنا من الميدان. ونحن في بلدية باتنا في ذلك الوقت فوزنا بأكثر من 76%، فالشعب وضع ثقته في الجبهة الإسلامية للإنقاذ وفوزنا بها والحمد لله. لكن عندما بدأنا، أنا شخصياً عندما بدأت في بلدية باتنا وجهت بإضرابات في جميع الورشات
وفي إدارة البلدية حركها قوم آخرون معلومون لدى الشعب ويعرفهم. هذا أول تحدي، ولكن الحمد لله اتصلنا بهذه الورشات وبالعمال المضربين فاستجابوا لندائنا ولطلبنا، ووفقنا الله لحل مشاكلهم المالية وترقياتهم ووظائفهم في ظرف لا يتجاوز 4 أشهر أو 5. هذا كله كان لإفشالنا. أضف إلى ذلك التحديات الأخرى كالرشوة المحسوبية الجهوية المقيتة، كل هذا كان ينتظرنا ويترصدنا، ومع هذا وفقنا بحمد الله إلى أن نتغلب على هذه الصعاب وأن نذللها وأن نتجاوزها. فالنظام، هذا النظام الخبيث، عندما رأنا استطعنا أن نتجاوز هذه الصعاب بدأت مشاكل أخرى. ما هي هذه المشاكل؟ نعم، أنتم تعرفون أن هناك قانون بلدي لو كود كومينال، والكود هذا يعتبر قانون من أعلى القوانين سانكود. نعم، ومع هذا الحكومة كانت تتجرأ كل شهر وأقل من شهر يخرج مرسوم حكومي لتجريدنا من بند من هذا من هذه من من اسمه البنود تحت الكود كومينال. كل مره يخلقونا مشكل، كل مره يجردونا من صلاحيات، ولكن كنا لا نستجيب لهذا، وكانت علاقتنا في البدايه شبه طيبه مع رئيس الدائره ومع الوالي. هذا في البدايه، أقول شبه طيبة، لكن بعد يبدو أن تحرشات وأوامر فوقية أعطيت لهم حتى يعادون ويخرقوا لنا المشاكل. فصرنا كلما طلبنا طلبا أو تقدمنا بشيء معين نحو الوصاية نجد التماطل، وهذا التماطل هذا يراد به إفشالنا، وهو في الحقيقة إفشال، هو ضرب للشعب الجزائري، لهذا الشعب الذي اختار الجبهة الإسلامية ولم يختار غيرها. ومع هذا استطعنا بفضل الله وبحمده، وسكان باتنا يعرفون هذه الأشياء التي أتحدث عنها. هناك بعض الأحياء في باتنا لم تعبد منذ عهد الاستعمار، منذ خرجت فرنسا، فاستطعنا بحمد الله أن نعبدها وأن نزفتها وأن ننظفها. نعم. مثلا حي إيفوريتي في باتنا هناك طرقات بعيدة، هناك طرقات يستعملها الناس بكثرة، فاستطعنا هذه الطرقات أن نعبدها وأن نجعلها في خدمة المواطنين. هناك بعض الأحياء كانت ممنوعة، محرومة من الماء الصالح للشرب، فاستطعنا بحمد الله تعالى أن ندخل الماء. ومن غرائب ما وقع في باتنا، هناك حي جديد يعني بني في البداية بناء فوضوي في قبل أن نصل نحن. هذا الحي هو دوار العطش كما يسمى عندنا. هذا الحي انتخب، يعني عندما أرادوه في الانتخابات أعطوهم بطاقات الانتخابات وفتحوا لهم مركز تصويت، لكن من بعد عندما جئنا أن نقدم لهم أشياء ماذا يقول الوالي في ذلك الوقت؟ قال إن هذا الحي خارج عن المنطقة العمرانية ولا يستحق أن تقدموا له شيء. فكانت حجتي أن هذا الحي أنتم الذين أعطيتموه بطاقات الانتخاب، وأنتم الذين فتحتم لهم مركز انتخابات، وما دام انتخبوا فهم مواطنون تابعون للبلدية ويستحقون كل شيء ما داموا مواطنين تابعين للبلد. بعد هذا
جاءت التحديات الكبرى التحديات الكبرى بفعل أيدي خفية، حتى أنني تعرضت للظرف البلدية، هناك مواطنون جاءوا وضربوني، هناك عسكري ضربني، ويعني وكانت الشرطة تدخلت يعني في الحقيقة دخلوا ولقوا عليهم القبض، ولكن سامحتهم لأنني وجدتهم كعرائس القراقوز يسيرون من طرف من أطراف أخرى ولا يعملون بمحض إرادتهم. هذه الأمور كلها كانت أمورا سياسية، أمور سياسية لإفشال الجبهة الإسلامية للإنقاذ في تسييرها للبلدية. جميل. طيب سي سي عمر. نعم. الآن أنا يعني ما حبيش نقاطعك حتى الناس تسمع التجربة يعني من عند واحد اللي هو اللي معني الأول بالموضوع. بعد ذلك تم إجهاض هذه التجربة. لو في دقيقة تقول لنا يعني أنت كيف رك تعيش وشني هو مهنتك الآن وش رك تخدم يعني؟ الآن يا أخي سليم أنا أستاذ في جامعة باثنا. جميل. في كلية الآداب واللغات. أدرس هنا في جامعة باثنا، وكنت سابقا في معتقل عين مقل. وحتى تكون على علم ألقي علي القبض قبل إقرار حالة الطوارئ، لأنكم تعلمون أن أول الحوادث وقعت هنا في باثنا. فعندما حاولت أن أهدئ الوضع يبدو أن النظام في ذلك لا يبحث عن التهدئة، لأنه كان يبحث عن مبررات، أنا فهمتها، يبحث على مبررات الفوضى حتى يقر ويعلن حالة الطوارئ. حاولت تهدئة الأوضاع، أنا من طبيعتي أنني معتدل ولا أحب الفوضى، والناس والحمد لله من المواطنون في مدينة باثنا يسمعون كلامي، وإضافة إلى هذا كنت إماماً متطوعاً في مسجد جعفر بن أبي طالب لمدة 8 سنوات، كنت رئيس بلدية وكنت إماماً، وكل ما أنجزه في البلدية أقدمه كل يوم الجمعة في مسجد جعفر، والناس يأتون إلى هذا المسجد ويسمعون التقرير المفصل على إنجازات البلدية في المسجد. هذا حاولت التهدئة. الأحداث وقعت يوم الثلاثاء مساء، وفي في 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 ذلك اليوم رأيت بأم عيني المدافع الرشاشة التي تنصب على الدبابات، كيف ضربوا بها الشعب وضربوا بها الطلبة الجامعيين. وذهبت في تلك الليلة إلى المستشفى بباتنا ورأيت أكواما من الجرحى، ورأيت أكواما من القتلى، والله كانوا يضربون بالرصاص ضربات الموت، كانوا يضربون في الرأس وفي الصدر، هذا ما شاهدته بعيني. طيب أختم معك، لكن تعطيني فقط تاريخ هذه الشهادة، لأنه هذه شهادة ما يمكنش خليها تمر يعني إلا تعطيني تاريخها يعني. هذه يوم 4 فيفري 92. 4 فيفري 1992 وقيل الشاذي في 11 جونفي. أي. ثم جاء ببوضية في 16 جونفي. ويوم 4 فيفري ثلاثاء على ما أظن وقعت أحداث باتنا. بالفعل. وقعت أحداث باتنا. ويوم 5 فيفري صباحا على 8:20 دخلوا علي في البلدية وأنا في المكتب أمارس مهامي فرقة من الدرك الوطني وسلسلوني إلى مقرهم. سنتواصل معك سي عمر. احنا حبينا فقط اليوم يعني نتحدث على قضية انتخابات البلدية. نعم. هذه الشهادات اللي تحكي عليها على قضية ما حدث بعد توقيف المسار الانتخابي ستكون لها حلقات أخرى، وراح نتواصل معك إن شاء الله وتعطينا شهادتك. شكرا جزيلا سيد عمر ربوح رئيس بلدية باتنا سابقا، يعني أتحدث عن 1990. معي أيضا عبر الهاتف من تلمسان نائب رئيس بلدية تلمسان سابقا أيضا سيد قدور بوتشيش. يعني حتى ما نطولش على الناس لأنه كثير ينتابهوا ويسمعوا ويحبوا يزيدوا يسمعوا أكثر حديث من معني بالأمر، من رئيس بلدية كان آنذاك أو نائب رئيس بلدية كان آنذاك منتخبا من طرف الشعب، لكن
أجهضت هذه التجربة التعددية الأولى. تفضل سي قدور، أعطينا شهادتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأحيي من خلالكم كل الإخوة العاملين معكم، وأحيي من خلالكم كذلك الشعب الجزائري الذي نتمنى له أن يخرج من هذه الأزمة ومن هذه الغمة التي يعيشها منذ أكثر من 20 سنة. أخي سليم، أين أسمعك؟ أسمعك. نعم، فيما يخص المنصب الذي كنت أتقلده آنذاك والذي كلفني به الشعب أو مواطن البلدية تلمسان مقر الولاية، كنت نائبا لرئيس بلدية تلمسان. ولما دخلنا البلدية حوصرنا بمشاكل سابقة وبمشاكل خلال التسيير، ثم بعد ذلك بمشاكل بعد التسيير. أخي سليم، أي تفضل. هذه النقاط المهمة، وهذه النقاط هي مثار التساؤل من عند الناس، يعني نعم. يعني وشني كانت التحديات، كيف فزتوا، وشني التحديات، وشني العراقيل اللي كنتوا تصادفوها وانتوا تمارسوا نعم. في مهامكم. نعم، فيما يخص العراقيل الأولى، ليعلم الجميع بأنه قبل الانتخابات يوم 12 جوان 1990 بستة أشهر كانت قد نصبت المجالس البلدية المؤقتة لما يسمى بالسي سي بي، كونسي كومينال بروفيزوار. هذه كانت للتسيير فقط، ولكن هذه المجالس المؤقتة أخذت أو اتخذت قرارات ما كانتش من صلاحيتها، وذلك لإحداث المشاكل حتى ترثها الجبهة الإسلامية الإنقاذ أو منتخب الجبهة الإسلامية الإنقاذ فيما بعد. من جملة هذا أو بعض الأمثلة، هناك تم توزيع في بلدية تلمسان قطع أرضية للبناء، وبحيث أنه وزعت أو أعطيت قرارات الاستفادة لقطعة واحدة لأربعة ولا خمس مستفيدين، وقالوا لهم بعد الانتخابات سوف تتحصلون على القطعة الأرضية تاعكم. وكذلك من بعد ذلك جاءوا الناس، قال لك كل واحد يقول لك بلي أنا عندي استفادة، قرار استفادة، لازم تعطوني الأرض تاعي، بينما هي قطعة واحدة استفادوا منها أربعة ولا خمسة تاع المستفيدين تاع الناس، مواطنين أبرياء وبسطاء. كذلك مثال آخر، تم توزيع أو تم فتح سوق الجملة الخضر والفواكه في تلمسان يوم 11 جوان 1990، يعني نهار قبل الانتخابات، من قبل هذا المجلس هذا المؤقت، و استفاد منها فيه بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنشاط التجاري فيما يخص هذا المجال هذا، وحرم آخرون عاشوا في حياتهم كلها في مجال تجارة الجملة للخضر والفواكه. كذلك من جملة الأمور أو المعوقات التي كانت في وجه المنتخبين هي سحب الصلاحيات من تحت أقدام أو من بين أيدي المنتخبين، ومن ذلك وعلى رأس تلك الصلاحيات إلغاء الانتداب، يعني رئيس بلدية يعني نسمع فيه نسمع فيه وكاين ربعة النواب نتاعو اللي هو يمثلوا رؤساء اللجان والذين يعتمد عليهم رئيس البلدية في التسيير، تسيير البلدية، هادو حرموا من الانتداب. يعني إنسان يكون أستاذ أو عامل في مكان أو طبيب أو حاجة كما هكذا، لازم يبقى مرتبط بالعمل تاعو، وخارج أوقات العمل تاعو لازم يكون في تسيير البلدية، إما أنه يضحي بتسيير البلدية وبالتالي يثبت للنظام فشل التسيير، أو أنهم يعني يضحي بمناصب العمل تاعه. هذا فيما يخص الانتداب. أخي سليم، نسمعك. وهذه نقطة مهمة، أنا ما حبيش قاطعك حتى تكملها، لأنه نعم؟ قيل الكثير على قضية طريقة التسيير، لكن أردنا نعطيكم الفرصة حتى أنتم تتحدثون عن من كان يخلق لكم المشاكل، وما هي حقيقة المشاكل اللي كانت تصادفكم. نعم، في التسيير كانت على كل حال كانت مشاكل من السلطات العليا في البلاد، من بين هذه الأمور هذه مثلا تغيير قانون العقار الذي سحب التصرف فيه من البلدية، وتم إنشاء ما يسمى بالوكالات العقارية ليزاجونس فونسيير، لكي تبقى هذه الأراضي أو هذه المصالح هذه بين أيدي المافيا اللي كانت تسير، ثم ذلك وطردها الشعب من خلال انتخابه للجبهة. طيب سي قدوش، سي قدور، نعم. أنا نسألك في هذه النقطة بالذات. نعم، يعني هناك أنت سمعت هذه الإشاعات اللي قالوها أنه جماعة الجبهة لما حكموا البلديات وزعوا الأراضي على جماعة الجبهة.
هذه ما كاش منها. اي واذا كان واحد من تاع الجبهه توزع الاراضي على كل حال قلنا باللي قانون العقار تغير وبالتالي ماهوش من صلاحيات رؤساء البلديات او البلديات انها توزع الاراضي. هذه مفروغ منها. جميل. والناس الذين حاولت البلديه ان يعني تريبيلاريزي تسوي وضعيتها ما زالت الى حد الان تعتبر بناءات فوضويه وغير قانونيه وما زالت الى حد الان الناس اللي بناوا ما بغاوش يعطيو التسويه تاع البناء تاعهم والناس اللي ما بناوش ما بغاوش يعطيوهم رخص البناء بالنسبه للقطاعات الارضيه تاعهم اللي كانت سواتها من البلديه. نعم. انذاك. اما القانون القانون في حقه هو قانون صريح وسحب الصلاحيه من المنتخبين. نعم. انذاك نقطه مهمه جدا واشكرك جزيل الشكر السيد قدور بوتشيش نائب رئيس بلديه لمسان. سابقا استمع ايضا الى شهاده رئيس بلديه عنابه سابقا السيد محمود بالوذنين. ارحب بك سيد محمود في هذه الحلقه. عندك خمس دقائق ممكن تحدثنا عن التجربه عن 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 الدروس المعوقات اللي كانت عندكم في تسيير البلديات وكيف يعني بعد ما توقف المسار الانتخابي وتم اعتقال الكثير منكم يعني كيف تعاملتم انتم مع الوضع وكيف تعامل ايضا الشعب اللي انتخبكم مع الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام. إذن يعني عذرا على رداء في الصوت من المصدر. سنعود للاستماع إلى شهادة سيد محمود بلودنين رئيس بلدية عنابة سابقا أقصد 1990. إذن فاصل قصير ونستمع إلى هذه الشهادة ثم ننتقل إلى الملف الثاني أحداث أيضا وقعت في شهر جوان أحداث لكن متعلقة بالانتخابات التشريعية. مشاهدي الأعزاء فاصل ونواصل معكم هذه الحلقة الخاصة. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى إلى هذه الحلقة الخاصة لأحداث جوان 1990-1991 أحداث مرتبطة بانتخابات تعددية هي الأولى في الجزائر منذ الاستقلال المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية والمجالس الولائية فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أحداث أخرى مرتبطة بهذا الشهر تتعلق بانتخابات تشريعية احتجت على قانون التقسيم الانتخابي واعتبرته جائرا. قامت باعتصام ففض هذا الاعتصام واتجهت الجزائر إلى ما تعرفونه وإلى ما سنتناقش فيه لاحقا. لكن قبل ذلك نواصل الاستماع إلى شهادات رؤساء البلديات ومعي مرة أخرى عبر الهاتف من عنابة رئيس بلدية عنابة سابقا السيد محمود بالوذنين. سيد محمود أهلا بك مرة أخرى وأعطيك الخط لتعطينا شهادتك في بلدية عنابة. كيف وجدت البلدية؟ نجاح الجبهة في هذه البلدية؟ كيف تعاملتم مع الناس؟ الاتهامات بأنكم اتبعتم نفس طريق الأفلان، يعني أنتم ثاني درتوا المحسوبية وعادوا جماعة الفيس يجمعوا مع جماعة الفيس واللي عنده مصلحة من الفيس يفوتوا هو الأول، وقال لك الأراضي فرقتوها على جماعة الفيس وبعض الثاني بعض المصالح أديتوها لجماعة الفيس، وهذا كلام يعني أكيد وصلكم. ثم حديث آخر حتى لا أقاطعك في كل مرة عن مرحلة توقيف المسار الانتخابي وإلى أين آلت إليه الأمور معكم أنتم كنواب يعني ومنتخبين من طرف الشعب كرؤساء بلديات. تفضل سي محمود. بسم الله الرحمن الرحيم.
قلت لا أدري إن كنتم قد سمعتم الجزء الأول من التدخل، على كل حال أعيد، قلت بأنه الجبهة الإسلامية اللي انقادت أمدت في سنة 89، ولكن وبعد أقل من سنة من الاعتماد واجهتهم الاستحقاق الانتخابي، وهذا الاستحقاق الانتخابي تمثل في المحليات اللي هي البلديات والولايات. على كل حال الجبهة خاضت غمار هذه الانتخابات هذه في بكل شفافية وبكل ديمقراطية وبكل حرية، وتمتع الشعب الجزائري، ولا أعتقد أنه منذ الاستقلال تمتع بفترة ضاق فيها زهو الحفلات وزهو الحرية وزهو التدخلات الحرة مثل تلك الفترة. والأحزاب اللي كانت منافسة لنا على كل حال كانت أحزاب قديمة مهيكلة إلى آخره، رغم كل ذلك فقد التف الشعب الجزائري حول الجبهة الإسلامية للإنقاذ وأعطاها ثقته وبكل جدارة، وفازت بأكثر من 70% في الانتخابات في مدينة عنابة مثلا. فازت الجبهة الانتخابية بأكثر من 70% من حيث المجلس يتكون من 33 عضو، فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ ب 21 عضو. الآن هناك من يقول بأن من هؤلاء إلى آخره، هؤلاء كانوا كلهم مسيرين في شركات كبرى وكانوا مدراء عام لشركات وكانوا مهندسون في الزراعة ومهندسون في الأشغال المدنية ومهندسون في المعماريون إلى آخره. إذن في هذه الناحية هذه كل ما قيل ويقال وكذا نتحداهم أن يكون قد كان هناك مجلسا، وأتكلم على عنابة لأنه لا، وهذا على كل حال عام في كل الجزائر، أتحداهم تكون كانت هناك مجالس بما فيها المجلس التشريعي كانت عندها كل هالطاقة هذه وقد تقدمت بهالطاقة هذه. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إحنا دخلنا البلديات على كل حال، مجلس البلديات هذه في فوضى عارمة نقولها بفم مليان. فمثلا في بلدية عنابة اللي هي بلدية كبيرة جدا وغنية جدا، وجدنا بلدية فيها الألوف من العمال ليس لها هيكل تنظيمي، يعني بلدية بهذا النوع ليس لها هيكل تنظيمي، ولذلك فهناك عمال وجدناهم يشتغلون في حدائق الأفراد في حدائق المسؤولين، عمال ما يشتغلوش نهائيا يدعون أنهم مرضى إلى آخره، ولكن دون وضعهم على شارج ولا كازورا إلى آخره. يعني فوضى عارمة على كل حال، حاولنا ونظمناها وإلى آخره. الأكثر من هذا يقولوا على العمران وكذا والأراضي، وأتحدى أي كان في بلدية عنابة أن يثبت بأننا أعطينا قطعة فرضية واحدة لأي أحد في عنابة ما عدا واحدة أعطيت في إطار الاستثمار، ولكن حولها صاحبها فيما بعد إلى أمر آخر على كل حال لا تهم. أما الباقي كنا نوزعوا الأراضي الجماعية، يعني كل ما اجتمع وبال درنا لهم ديبلان ودرنا لهم كذا الناس باش تبني السكن الفردي في عمارات إلى آخره، كنا نجمع بالثمانية 16 إلى آخره الفرد ونعطيهم قطعة فيها 1000 متر كاري باش يبنيوا، والحمد لله رب العالمين المئات بناوا ديارهم. صح كاين اللي حكم 5 سنين وكاين اللي حكم 10 إلى آخره. حبيت نقول باش ما تفوتنيش الفكرة لأنه الوقت أعطيتني ضيق، الشيخ عباسي مدني حفظه الله ورعاه كان يقول بأن النظام وفى بوعده، هذه كاين منها وبارك الله في النظام هذاك اللي وفى بوعده. بصح نقول لك حاجة أخرى اللي ممكن الشيخ عباسي ما انتبهلاش ولا على كل حال تجاوزها، بأن كان هناك مناضل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وبهذه المناسبة أحييهم جميعا، كانوا واقفون الليل مع النهار. كان هناك من يقول أربطوني مع الصندوق في كل مكتب، ما كانش مكتب ما تويش السنين اللي مشبوح بيه في الداخل وسنين في الباب وسنين كذا وكل هذا. عندما سألهم جيبوا لكم الماكلة يقول أعطوا الآخرين احنا وندبروا رأسنا إلى آخره، والجبهة ما دفعتش مليم واحد، كل الناس من جيوبها كان تطوع إلى آخره. الآن نقول لك باللي انجزنا إنجازات عظيمة بفضل الشعب أولا، وهناك إنجازات على كل حال قد شكرنا الناس عليها وقد لا نشكر عليها لأنها من ضمن مهامنا العادية إلى آخره. أعطي لك أمثلة بسيطة، فمثلا في مدينة عنابة في شتاء 90 في نوفمبر ديسمبر، وهذه مبادرة
تاع المناضلين، مش مبادرة تاعنا، مش مبادرة تاع المنتخبين. طرحوا علينا قال كيفاش هادو المشردين يبقوا في البرد برا وكذا، والله يا الأخ سليم في يومين واحد هذا الاقتراح هذا قدموه في مسجد للجمعة، رحت صليت في ذاك المسجد. غاد السبت صبحت 40 متشرد ورجل وست نشوان في مكان دافئ ياكلوا يشربوا إلى آخره، وهؤلاء خذونا السجون وتركناهم في هذا المكان هذا. هذا المكان هذا يوم ما دخلناهم كل شيء على حساب الشعب، كل شيء. وعقدنا مجلس وخصنا لهم اعتماد مالي إلى آخره، لم نصرف فيه سنتيما واحدا، لأنه كان الشعب، كانوا المناضلين هم اللي متكفلين بالقضية هذه، هم يداويوا، هم يحرشوا، هم يأخذوا المستشفيات، هم يوكلوا، هم يطيبوا إلى آخره. وقيس على هذا منجزات لا حصر لها. إذن لما دخلنا البلدية، نرجع الآن الفكرة الأصلية ولا الأولى، لما دخلنا البلدية وجدنا فوضى عارمة، سرقات، اختلاسات، اغتصاب أراضي إلى آخره. هذا الأمر ما نقولش بلا رتبناه كله، ولكن رتبنا فيه الكثير. ومن ضمن الأمور اللي ما رتبناش، وجدنا المئات من القطع الأرضية، الناس اغتصبوا اغتصابا وبنوا فوق قصور وفلل وإلى آخره، وجاءوا حبوا نسيبوا لهم الوضعية، ولكن رفضنا وقلنا بأن وضعية مثل هذه لا يمكن أن يسويها تسوى على المستوى. أكتفي بهذا القدر من الشهادة لهذا الحدث الذي نتناوله اليوم في حلقة الحدث المغاربي، وهذه الحلقة الخاصة بأحداث جوان 90-91. أشكرك جزيل الشكر رئيس بلدية عنابة سابقا سيد محمود بالوذنين، شكرا مرة أخرى. أسمع من رئيس بلدية الجزائر العاصمة سابقا الشيخ كمال القمازي، ورحب بك شيخ كمال أولا. ونسأل يعني شكل فوزكم ببلدية الجزائر العاصمة مفاجأة للكثير من المراقبين آنذاك، وكنا نتابع يعني من الذين تابعوا تلك الانتخابات، كانت هناك مفاجأة وتحصلتم على هذه البلدية. ما هي أهم التحديات اللي كانت واجهتكم على رأس هذه البلدية؟ السلام عليكم الأخ سليم، وتحية طيبة لضيفك الكريم. شكرا على هذه الدعوة التي من خلالها نحاول أن نميط اللسان عن مرحلة يعني مضيئة، ومرحلة منيرة من تاريخ الجزائر. في الحقيقة لا شك أن الإنجازات مثل هذه لا تكفيها يعني هذه الدقائق القليلة، ولكن يعني في الحقيقة لابد أن هذا الجيل الجديد كما ذكرت يعني في مستهل مقدمتك أنه يتفاجأ بفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر العاصمة. وفي الحقيقة أنا أود من خلال هذا التدخل أن أشير إلى أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ فازت في كل بلديات الجزائر العاصمة 33، وموش الجزائر العاصمة فقط، يعني لابد أن نذكر بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ فازت في ولاية الجزائر العاصمة كاملة، وفي كل بلديات ولاية جيجل كاملة، وفي كل بلديات ولاية غليزان كاملة، وفي كل بلديات ولاية البوليدة، وفي كل بلديات ولاية قسنطينة، وهناك كثير من الولايات مثل وهران، مثل سيبازا وغيرها، التي لم تستثنى منها إلا بلدية واحدة أو بلديتان يعني. فكان هذا دليل على الثقة الكبيرة التي وضعها الشعب الجزائري في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ومن خلال هذا الأمر أود أن أنبه إلى أن كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ تركز في اختيارها لرؤساء البلديات. نعم. تركز في اختيارها لرؤساء البلديات على مبدأ شرعي، ألا هو قول الله سبحانه وتعالى قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين.
فكانت تركز أولا على الأمانة وتركز على القوة. من ناحية القوة نقصد يعني الكفاءات العلمية. فأذكر أن مثلا لما رحنا يعني نوضع الملفات في ولاية الجزائر مسؤول التنظيم اندهش. اندهش يعني من المستوى العلمي الرفيع الذي كان يحوزه المترشحون الذين قدمناهم. ونستطيع أن نضرب مثال على ذلك أن رئيس بلدية الأبيار مثلا كان محافظ حسابات يعني كان كوميسار وكونت، كان رئيس بلدية باب الزوار أستاذ في الفيزياء مختص يعني في الليزر، كان أستاذ كان رئيس بلدية باب الواد خبير معماري، وفي مكتب الدراسات كان هناك الكثير من الإخوة رؤساء بلديات مثلا المدنية، رؤساء بلدية حما بالوزداد، رؤساء بلدية القصبة والقريش وغيرهم مختصين يعني في التسيير المالي والاقتصادي. فهؤلاء كانوا أبناء الجزائر من خيرة أبناء الجزائر. نعم. الذين تقدموا لتسيير البلدية. وكما قال يعني الأستاذ أبو الحسن ندوي اللي عنده كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، نقول ماذا خسرت الجزائر بتحريد هذه الفئة. نعم. من الإطارات من الكفاءات. قلت من ناحية الأمانة أنتم ترون الآن أن المجالس التي يعني تسير البلديات والمجالس المحلية هناك كما تذكر وسائل الإعلام هناك أكثر من 1500 من الفرد راه متابع قضائيا في اختلافات وكذا. والسؤال المطروح وجد لي واحد فقط من الأعضاء المنتخبين تاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ توبع في مسألة اختلاف وفي مسألة يعني أي مسألة من المسائل يعني في المتابعات القانونية، فكانوا كلهم. طيب شيخ كمال أنت على مستوى عظيم من النزاهة ومن النظافة من نظافة الأيدي هذه. طيب. الأيدي النظيفة التي يعني شيخ كمال أنت تحدثت عن نقطة ومن التسيير الأمثل. أعاد الشعب الجزائري انتخابها مرة ثانية يعني لولا هذا. جينا لهذه النقطة المهمة شيخ كمال قمازي. وفي الحقيقة يعني هناك الكثير من الناس من يقول ماذا أنجزتم يعني وش دارت الجبهة الإسلامية للإنقاذ وش قدمت للشعب. نحن نقول أنه مثلا على مستوى الجزائر العاصمة رغم المضايقات لا يخفى عليكم أنه يعني كما قال الجنرال نزار يعني في الكتاب بتاعه قال يعني بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بدأوا يعدون العدة للعراقيل ويعني باش يبينوا للناس أن هذه الناس ما مش قادرين يسيروا، ولكن مع ذلك كنا نقدم التحديات في ظروف صعبة. اسألوا أحياء سكان أحياء العاصمة، اسألوا سكان أحياء ديار الكاف وديار الشمس وديار الجماعة وديار المحصول وسكان حي البحر والشمس، سكان حي العناصر، حي الجبل لامونتان، حي الكاليتوس وغيرها من الأحياء كيف كانت على مستوى عظيم من النظافة ومن الطهارة ومن الأمن الذي كان يشعر به المواطنون في ذلك الوقت. وكيف صار حالها الآن. جميل. شيخ كمال قمازي تحدثت عن نقطة مهمة وهي ما تعتقدونه أن هذه النتائج وهذا التسيير الحسن هو الذي أقنع المواطن الجزائري بأن يذهب وينتخب من أجلكم في الانتخابات التشريعية. رجائي أن تبقى معي شيخ كمال قمازي. أريد أن أنتقل إلى الشق الثاني من أحداث جوان وهي أحداث جوان 1991 حيث أن النتائج الكبيرة التي حققتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات المحلية أضفت ديناميكية كبيرة للحزب وأكسبته انتشارا أكبر في أوساط الشعب الجزائري الذي التف أغلبه حول هذا الحزب الجديد. لكن هذا الفوز لم يكن سهلا وأتى بنتائج قيل أنها عكسية باتجاه هذا النظام حيث بدأت المشاكل تلاحق هذا الحزب. والكل يعرف مشاهدينا الأعزاء أنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية طرحت السلطة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قانون يحرم الجبهة الإسلامية للإنقاذ كما قال زعماها من أن تكون لها الأغلبية،
قانون جائر بالنسبة للجبهة. السلطة بالنسبة لهم وبالنسبة للمقالات التي قرأناها حفظت الدرس من الانتخابات البلدية، فأرادت أن ديكوباج إلكتورال مغاير بحيث تتغير قواعد اللعبة ولا يكون أغلبية لأي حزب، وربما كان هناك تفكير لهم. في رد فعل الجبهة الإسلامية للإنقاذ قررت في 1 جوان 1991 الدخول في إضراب عن في إضراب واعتصام ومسيرات. نستمع إلى تقرير من الشيخ عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، تصريح قاله يوم جمعة في خطبة جمعة بإحدى مساجد العاصمة يوم 28 جوان 1991. نستمع لهذا التقرير الأول كمدخل لحديثنا عن أحداث جوان 1991. الديمقراطية إذا خلينا الشعب ينتخب حر رايح يختار. هذا الشعب ما هوش غافل، ظلوا باللي غفلوه وبالتلفزة خدروه، لكن بان الأمر غير ذلك. إذا وش يلزم؟ يرجعوا للعلم. الذين كانوا يحتجون رد العنف هم الذين يعودون إلى العنف. روحوا ومشيتوا ونحبيتوا في العالم، ما كانش مسيرة تكون في الضخامة، ضخامة المسيرات اللي مشينا فيها وما كانش فيها عنف أبدا في العالم، في فرنسا، في بريطانيا، في أمريكا، في اليابان، في أي بلد. إذا كانت مسيرات من ذلك الحجم لابد من أن يكون فيها عنف. نحن تحدينا العالم وتوالت المسيرات، ولكن النظام ما يزال دائما في الشر، لا يفكر إلا في الشر، ولا يفكر إلا في المكيدة، ولا يفكر إلا في الخديعة، ولا يفكر إلا فيما يبعد البلاد عن المنهج الصحيح. لو كان جاءوا الأحزاب أحزاب وجاءوا كما يقولوا، ولو على افتراض أنهم ديمقراطيين، يعني يعطوا الكلمة للشعب، وعلاش يقبلوا انتخابات مزورة مسبقا ودخلوا في المساومة؟ قالوا انت الحزب نعطي لك كذا، وانت نعطي لك كذا، وانت نعطي لك كذا. وسكت وسكتوا وخانوا حتى المبدأ الذي ينادون به وإن كانوا لا يؤمنون به. الجبهة الإسلامية لابد من أن تقيم الحجة، لابد من أن تقيم الحجة أمام العالم على هذا النظام الذي صار مضحكا في العالم. كيف؟ إضرابه. حتى الناس النهار الأول في كلمة لهم إضرابوا الكوشية، إضراب من خدامة هذا مكان بار، إضراب ومسيرات وتجمعات يبرهن فيها ليست الجبهة، الشعب الجزائري. إذا مشاهدينا الأعزاء، كان هذا مقطع من حديث، سنتبع بعض المقاطع منه، قاله الشيخ عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في يوم 28 جوان 1991. تحدث فيه بإسهاب عن الاعتصام، قرار الاعتصام، تحول هذا الاعتصام إلى عنف، من الذي تسبب في هذا العنف، الحديث عن التقسيم الانتخابي والديكوباج الإلكتورال الذي أقرته السلطة، موقف الأحزاب منه. إذن نقاط سنتحدث فيها في هذه الفقرة، وأطرح أول سؤال على الأستاذ عبد الله أنس. قضية أنه السلطة كما قيل في الجرائد أنذاك أنه حفظت الدرس من البلديات، قالوا أنه قانون انتخابات هذا راح يؤدي إلى أغلبية، فخلينا نديروا ديكوباج إلكتورال ونقسم الدوائر الانتخابية بشكل أنه ما يكونش فيها أغلبية، وبالتالي الجبهة مش راح يكون لها أي حظ. ثم تدخل الجبهة في اعتصام، هي تقول بأنه كان اعتصام سلمي ومسيرات سلمية، وأنه دفعنا إلى العنف دفعا ولم نستجب له. ذاك المشهد يعني، وتحول المشهد من
عرس ديمقراطي بدأ في التسعين إلى هذه اللعب السياسية الدنيئة اللي فرضت على الجبهة كما يقول أصحابها أن ينزلوا الشارع ويعتصموا. ومثل ما جاء في كلام الشيخ حفظه الله الشيخ عباسي، الشعب الجزائري بقيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في النداء إلى الإضراب السلمي قد تحدث العالم فعلا، ولكن كما قلت في بداية حديثي أن المشكلة لم تكن في جزئيات الانتخابات، المشكلة لم تكن تكمن في كيفية الانتقال في الحريات، الانتقال السلس والسلمي إلى الشرعية. فعندها نتحدث عن هذه الجزئيات. يا سيدي، صاحب القرار لم يكن في ذهنه أبدا أن ينال هذا الشعب حرياته، أن تعود الشرعية إلى الحكم، وإلا قد قدر لك وقدر لنا كبقية المئات والألاف من الجزائريين الذين يعيشون في الخارج. فعملية الإضرابات قطاعات المجتمع المدني، كم مرة تصادف وأنت تعيش هنا في بريطانيا فجأة القطار تأخرت عن عملك، عمال المواصلات لندن ترانسبورت في إضراب، كم من مرة إضرابات على مستوى الصحة، على مستوى مسيرات الأحزاب، الاحتجاجات، ما إلى ذلك. هل سمعت في يوم من الأيام أن الناس ضربوا أو اعتقلوا أو قتلوا إلا من أخل بالأمن؟ ولقد قالها الشيخ أنه كانت لا يمكن أن تخرج مسيرات بتلك الضخامة في العالم ثم يعود الناس إلى بيوتهم كأن شيئا لم يكن. فالحقيقة هذا كله يؤكد على معنى واحد، أن تلك العقيدة، تلك النوايا السيئة التي تؤمن بالأرض المحروقة لم تكن أبدا تؤمن بلحظة إعادة الكلمة والشرعية إلى الشعب. طيب، أسأل شيخ كمال جمازي، في هذه يعني في هذه الفترة جوان 1991 الكثير من الأحزاب التي انزعجت أيضا من التقسيم الإداري للانتخابات، الدوائر الانتخابية، كانت تريد أن تنسق عمل ما، لكن قيل أنه الجبهة أرادت أن تنفرد بموقف وأعلنت اعتصاما مفتوحا، وجاءت بعض النصائح من بعض الإسلاميين أنه اجعلوا هذا الاعتصام 3 أيام 4 أيام. لماذا اعتصام مفتوح؟ ربما قد يخيف السلطة وقد تكون هناك ردود فعل قد لا يحمد عقباها. يعني أنا أعطيك الفرصة لتبرير اتخاذ قرار اعتصام مفتوح في تلك الفترة، وكان يعني الجو مشحون يعني، وأنت تتذكر ذلك. شكرا الاخ الكريم، اولا نشكركم على هذه الالتفاته، لانه ذكرتونا بكلمه الشيخ عباسي مدني حفظه الله في الموضوع. واذكر يعني في الحقيقه ان الاضراب الذي ابتدا يوم 25 ماي 91 كان كما ذكرتم يعني نتيجه تغيير قانونين، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتغيير قانون الانتخابات كذلك، حيث فصل تفصيلا دقيقا. فبالنسبة لتقسيم الدوائر يعني الدوائر التي والولايات عفوا التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بكثرة قلت دوائرها، والتي لم تفز فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بكثرة ضخمت دوائرها. واعطيك مثال واحد يعني حتى لا اطيل حتى ندخل في الموضوع يعني. فولايه عنابه وولايه الطارف ولايتان متجاورتان، ولايه عنابه ضعف عدد سكانها ضعف عدد سكان ولايه الطارف، ولكن مع ذلك كان العدد الدوائر يعني تقريب نفسه، يعني هذه 8 دوائر وهذه 9 دوائر. فدليل على ان المساله يعني فصلت تفصيلا دقيقا. بالنسبه للاضراب، اولا اضراب الجبهه الاسلاميه للانقاذ كان سلميا والجميع يشهد بذلك، لم تكثر فيه ولو زجاجة واحدة. ثانيا الإضراب اتخذ
بقرار من مجلس الشورى، يعني بعد الدراسة وبعد الاستماع لتقارير الولايات أخذ هذا الموقف. كان قبلنا يسمى بالأحزاب يعني 7+1 نعم. هي كذلك يعني تململت واحتجت على هذا التقسيم وعلى هذا الظلم وعلى هذا الانفراد يعني النظام يعني بالقرار، ولكن لأن لم تكن لها قواعد شعبية واسعة ترددت وأحجمت عن الإقدام على الإضراب. أما الجبهة الإسلامية للإنقاذ فكانت في الحقيقة بالنسبة للموضوع الإضراب كان فيما بيننا على أن نبدأ الإضراب بالتدريج، يعني يومان ثلاثة أربعة، فإن كان سارت الأمور على ما يرام يواصل الإضراب حتى نبلغ النتيجة بإذن الله تبارك وتعالى. وإن لم يكن ذلك فلكل حادث حديث. وكانت النتيجة أنه كانت هناك اتصالات بين المرسول يعني تعشدلي بن جديد اللي هو في ذلك الوقت كان عبد العزيز بالخادم، كان مبعوث الرئيس الشاذلي لمحاولة إيجاد حل لهذا المسألة وهذا الأمر هذا. وأذكر أني كنت برفقة الشيخ عباسي مدني في بيته، وجاء عبد العزيز بالخادم وعرض علينا المسائل يعني التي جاء بها من عند الرئيس الشاذلي بن جديد. ومع ذلك لما كنا في أثناء الحديث سمعنا بأنه تم الهجوم على ساحة الشهداء وتم الهجوم على ساحة أول ماي وضرب الإخوة وقتل منهم عدد كثير رحمة الله عليهم. فكان هذا غدر، هذا غدر من السلطة، وهذا يعني هجوم بليل دون سابق إنذار ودون سابق تحذير، هجوم على تقريب الساعة الثانية صباحا يعني، والناس كانوا منهم المتهجد ومنهم المصلي ومنهم النائم ومنهم كذا. فهذا طيب. في الحقيقة سنتي لهذه النقطة، لازلنا شيخ شيخ كمال لم تكن تريد نعم لازلنا لم نصل إلى هذه النقطة الشيخ كمال، أرجو أن تكون تسمعني يعني حتى لا يضيع الوقت، يعني لازلنا لم نصل إلى هذه النقطة. سأسألك عن يعني القرار فض هذا الاعتصام، وهل كانت لحظة ربما يعني دعت قيادات الجبهة إلى إعادة حساباتها يعني وتعاملها مع الواقع؟ أريد ما يعني لا أنا أريد منك فقط أن تستمع إلى مقطع آخر من هذا التسجيل الصوتي للشيخ عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ يوم 28/6/1991 في خطبة الجمعة في أحد مساجد العاصمة. وسأسألك على نقطة بدأ العنف ومن كان يحمل السلاح، استمع معي وأدعو أيضا المشاهدين الأعزاء إلى الاستماع إلى هذا المقطع. ويسمعون ويطيعون ويواجهون بصدور المسلم، قلنا للمسؤولين يا عباد الله هؤلاء من؟ قالوا موش منا. طيب وإذا سبت منكم وش تقولوا؟ ولقد ثبت أنهم منهم، سواء الذين أكان الذين حجزوا أو الذين صوروا بالكاميرا. لك عادوا اللي يلقوا عنده شريط القول القبض، معنى الشاهد يسجن عندكم. أين المنطق؟ لا هذا وثائق انت تهريج، قالوا لأنها حجة. والله لن تستطيعوا أن تكذبوا الصادقين، إن أردتم أن تخدعوا الناس فلن تخدعوا التاريخ، وإن أردتم أن تخدعوا التاريخ لن تخدعوا الله. وأبناؤنا ألقوا شدوهم، ما عندهم سلاح وشدوا اللي بسلاح. ونهار اللي تم الاتفاق قلنا لهم طلبوهم طلبوهم يا سرهم طلقونا أولادنا، والله عندنا عبد الرزاق حفظه الله جاءوا عنده كاميرا شدوه بالكاميرا، احنا حكمناهم بسلاحهم يقتلونا وعطيناهم لهم.
إذن يعني الشيخ عباس المدين كان يتحدث عن حادثة معينة وهي مشهورة، وكانت حديث العام والخاص في العاصمة آنذاك، وهو قضية السلاح أثناء الاعتصامات بدأ يظهر، وبدأت اتهامات يعني من هذا الطرف أو الآخر. يعني كانت هناك تقارير من طرف السلطة تقول بأنه في جماعة على الفيس بدأوا يهزوا في سلاح في في في, في هذه الأيام، يعني تقريبا 3 أو 4 أجوان بدأت الأمور ومعلومات بهذا الشكل. لكن اتضح فيما بعد أنه جماعة الجبهة الإسلامية للإنقاذ مسكوا عناصر من الأمن بزي المدني ويحملون السلاح حسب ما شهادة الشيخ عباسي مدني، وهو وجماعته هم مسؤولين على هذه الشهادة وهذه الحكاية. مسكوهم وأطلقوا سراحهم بعدما كانت هناك مفاوضات وحديث مع السلطات الأمنية أنه هذا الجماعة متوعكم ولا مش متوعكم، فقالوا يا أخي هذا مش متوعنا، كيف اذا كان هذو الجماعه ما همش تاع الجبهه وما همش تاع السلطه مثل ما تقول السلطه، من هؤلاء الذي كانوا يحملون السلاح بزي مدني بين صفوف المعتصمين انذاك؟ انا اريد ان اسالك الشيخ كمال قمازي، وانت القيادي في الجبهه ورئيس بلديه الجزائر العاصمه، شهادتك في هذا الموضوع وقضيه سلميه التحرك نتاعكم في مقابل الاخبار اللي كانت تقول باللي كان سلاح يدور عند جماعه الجبهه. التحرك بتاعكم في مقابل الأخبار اللي كانت تقول اللي كان اسمها يدور على جماعة الجبهة. الأخ سليم، هي في الحقيقة إضراب الجبهة الإسلامية للإنقاذ وسلميته كان لا غبار عليه، يعني حتى بشهادة النظام وبشهادة الأحزاب، لكن نجاح الإضراب واستمراره لتلك المدة لم يساعد يعني أطراف السلطة، وهذا ما أدى بها إلى الدخول في التعفن. كلمة الشيخ عباس المدني حفظه الله يوم 28 جوان يعني كانت يومين قبل اعتقالنا في 30 جوان وأخذنا إلى سجن الوليدة، فكان هذاك السيناريو عبارة عن تحضير وتمهيد وتقديم المبررات لضرب قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وقد ظهر في تلك الأيام ما يعرف يعني بالسيارات المجهولة، لفواتير باناليزي التي كانت يعني تضرب في كثير من الأحياء العاصمة. وكما ذكر الشيخ عباسي مدني، هذه لم تكن تابعة للجبهة الإسلامية للإنقاذ. والشيخ عباسي مدني عنده كلمة شهيرة يقول: نحن لا نكسر بابا مفتوح. الجبهة الإسلامية للإنقاذ لها شعبية ولها قاعدة عريضة وقادرة تدخل الانتخابات وتفوز بها، ما حاجتها إلى السلاح وما حاجتها إلى العنف وما حاجتها إلى كل هذه المسائل التي تكلم عنها النظام. احنا كنا قادرين على الدخول في الانتخابات والفوز بها، ولكن كنا لا نرضى بالظلم، والشعب الجزائري شعب آذي لا يرضى بالظلم. ولهذا كما ذكرت، وفي الحق لابد من إشارة إلى نقطة مهمة، وهي أن الحكومة تغيرت يوم 4 جوان، ذهبت حكومة حمروش وجاءت حكومة غزالي، وكان هناك لقاء مع رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي يوم 6 جوان، وتم الاتفاق على إطلاق المساجين وعلى إعادة العمال المطرودين وعلى تسوية كل الأوضاع تلك الأزمة وتلك المرحلة. ولكن النظام لم يفي بوعده ولم يفي بعهده، وكان كما قال الشيخ عباس المدني في كلمته المذكورة آنفا، ففي الحقيقة يعني النظام كان يبحث عن المبررات لأنه كان عنده سيناريو وهو اعتقال قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ لإيجاد قيادة بديلة من المنشقين، ويحاول أن يتخذ بها مصدرا آخر. طيب أنا أدعوك أيضا وأدعو المشاهدين الكرام إلى متابعة يعني الكلمة كلمة الشيخ عباس مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في قضية قتل المعتصمين في هذه الاعتصامات التي شهدتها مدن
في الجزائر على رأسها العاصمة في جوان 1991. عباسي مدني يتحدث عن رصاص ينفجر في الرأس وعلى مستوى القلب وأنه كان من قناصة. فنستمع إلى هذا التقرير. يوم الأربعاء المشهود في ساحة أول ماي وجدت الشباب يواجهون الرصاص بصدورهم ويقولون لي يا شيخ اسمحوا لنا بحمل السلاح، فأقول لهم لا، ويسمعون ويطيعون ويواجهون بصدورهم السلاح. طيب هذه الكلمة يعني نحن كمؤسسة إعلامية نريد أن نعرضها كرد لطرح آخر موجود على الساحة بأنه كان هناك عنف من طرف جماعة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، عنف لفظي، عنف على مستوى المشهد والحضور في الشارع وتعطيل يعني أمور الناس، اعتداء على القانون، وأيضا على هذه المعلومات بأنه كان سلاح يدور عندهم. لكن جئنا إلى قضية الجثث التي كانت على مستوى مستشفيات العاصمة، كانت الكثير من الشهادات تتحدث عن قتل بالرصاص، فالسلطة تقول أنه طاح رصاص وطاح الكريموجين وكل هذه الأمور لأنه صح وقعت بلبلة. لكن الشيخ عباسي يتحدث عن قتل ممنهج من طرف قناصة، وكان الضرب على مستوى الرأس وعلى مستوى القلب برصاص ينفجر يعني، وهذه شهادة سمعتوها، وهو يتحمل مسؤوليتها على العموم. شيخ كمال قمازي، كيف تفسرون الانتقال إلى مرحلة بعد فض يعني القرار فض الاعتصام، الانتقال إلى مرحلة القتل والقتل العمدي كما تقولون؟ هذه المسألة بدأت منذ الهجوم الغادر يوم 4 جوان على المعتصمين. واسألوا سكان ساحة الشهداء، واسألوا سكان ساحة أول ماي عن تلك الـ يعني الـ ذلك الهدوء وتلك الرزانة وتلك الطمأنينة التي كان عليها المعتصمون في الساحات. بل بالعكس، يعني كان الكثير من السكان والكثير من العائلات يتعاطفون مع هؤلاء المضربين والمعتصمين ويمدونهم بالماء وبالطعام يعني كانوا في وضع يعني بين أهلهم وإخوانهم. لكن السلطة كان عندها سيناريو آخر، فاتخذ أصحاب القرار أنه لابد من التدخل يعني بالعنف، وكان لهم ذلك. قلت رغم أنه كانت هناك اتصالات مع مبعوث الرئيس الشاذلي بن جديد، ولكن كانت جهات أخرى أقدمت على الهجوم الغادر، والذي استمر من 4 جوان حتى يوم اعتقالنا إلى 30 جوان. وكانت هناك مسألة أخرى، وهو أنه لما كنا في البلديات يعني خاصة بلديات العاصمة جاءتنا رسالة أو يعني رسالة موجهة ممضاة من الجنرال محمد العماري يذكر فيها بضرورة نزع لافتات التي مكتوب عليها البلدية الإسلامية. وكان هناك تدخل كذلك عنيف وقتل فيه كثير من الشباب، وهذا دليل على أن السلطة كان لها منحة مقصود ومنحة متعمد. أما الجبهة الإسلامية للإنقاذ فهي بلا شك كما ذكرت آنفا كانت لها شعبية وليست في حاجة إلى هذا إلى استعمال العنف، وكانت السلطة يعني تدفع في هذا الاتجاه لخدمة سيناريو معين. أشكرك جزيل الشكر الشيخ كمال قمازي رئيس بلدية الجزائر العاصمة سابقا 1990،
وأيضا القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. شكرا جزيلا على هذه الشهادة. أذكر فقط مشاهدينا الأعزاء أننا نجمع شهادات ناس معنيين بهذا الأمر، يبقى أنه القناة متفتحة للرأي الآخر، إبداء أي ملاحظات، إرسال أي اعتراضات على من يحس أنه هذه الشهادات قد أضرت به أو أنها شهادات غير صحيحة. عموما نحن تغطياتنا لهذه الأحداث التي وقعت في الجزائر خلال العشرية السوداء أو ما يسميها، ما يصفها رئيس الجمهورية بالمأساة الوطنية، سنتابعها. سنعطي أيضا فرصة للأطراف الأخرى التي كانت معنية بتلك الفترة بأن تدلي بدلوها وأيضا تعطينا شهاداتها. هذا فقط تنويه حتى نبين مسار تغطياتنا ومسار هذه الحلقة. إذن كانت أحداث جوان معني بها جماعة الجبهة الإسلامية إنقاذ، كثير من التهم وجهت إليهم، نقلتها أنا إليهم، وأردنا في هذه التغطية أن نعطيهم الفرصة لأن يعطونا وجهة نظرهم في هذه القضية أو في هاتين القضيتين المطروحتين للنقاش في تغطية اليوم. شكرا مرة أخرى شيخ كمال قمازي. أستاذ عبد الله أنس، وأنت تستمع إلى كل هذه الشهادات حول حقبة مهمة، يعني كانت منعرج وبدايات لما عشناه في الجزائر وما نعيشه لحد الآن، هل من دروس من عبر كمحور أخير نتحدث به؟ يعني ما أثرتموه اليوم في حلقتكم من الحدث المغاربي في قناتكم الموقرة، كأنكم تؤصلون عن المبدأ الأصولي القائل الحكم على الشيء فرع عن تصوره. بهذا كأنكم تجيبون على دعاة التسطيح الذين أرادوا أن يسطحوا هذه الأزمة ومخلفاتها بكونها هناك أزمة وطنية، مأساة وطنية كما سموها، فيها طرف دافع عن الجمهورية، طرف دافع عن السيادة، طرف دافع عن مصلحة الوطن، وهناك طرف آخر أراد أن يخل بهذه المعاني الوطنية، ومن هنا جاءت المصالحة الوطنية لتقول للطرف الأول تعطيه وسام الشرف، وتقول للطرف الثاني أنت يكفيك أن تشتم، أن تستنشق هواء الجزائر وأن تشرب ماءها. بهذه المواضيع، بهذه الحلقات، الجيل الذي لم يعش هذه الأحداث حتى إذا غدا قرر أن يذهب إلى مصالحة وطنية مبنية على مصارحة ومبنية على دراسة وتصور كامل عن الذي حصل، ولا نريد أن يفهم من هذا، من هذه المواضيع ومن هذه الحلقات، لا نريد أن نعيد الأمة إلى الوراء، لا نريد أن نعيد الأمة إلى الخلف، لا نريد أن نعيدها إلى الماضي إلا بالقدر الذي نستفيد منه من هذا الماضي لنبني به المستقبل. وخاصة إذا فهمت الأجيال هذه الدروس، وإذا فهمت كونت التصور الكامل عن الذي حدث، فإنها ستكون قادرة، سواء هذه الأجيال تمثلت في الأكاديميين في المستقبل أو في الإعلاميين أو في الشرعيين أو في السياسيين أو في المحللين، فإن المادة التي تمكن من التحليل الصحيح، من التحليل المبني على الحقائق العلمية التاريخية الثابتة، فإنها ستفضي إلى التصورات المستقبلية من أجل عودة السلم والاستقرار وانطلاقة الجزائر، وخاصة أنها تأتي هي بعد 20 سنة رئيس الدولة يقول لقد فشلت في مشروعي. جميل. على الأجيال، ويقول رئيس الحكومة إن الدولة تدار بطريقة مافيوية، أي بمعنى قضينا على الشرعية وأبدلناها بالمافيوية. على هذه الأجيال بعد أن تتمكن من التحليل العميق ومن من 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 فهم السرد الحقيقي والرواية الحقيقة التي حدث، حتى تبني بها في المستقبل التصور المتوازن لإعادة التوازن الاجتماعي. طيب، سأكمل معك بسؤال أخير حول من يتحمل هذه المسؤولية، وربما نتدرج عن مسؤولية المثقف والسياسي وكل الفاعلين في المجتمع، لكن قبل ذلك أريد أن أطرح هذا السؤال عن دروس
جوان انتخابات 1990، الانتخابات أو اعتصام 1991، أيضا جوان فيه تاريخ آخر سنتطرق إليه هو 29 جوان اغتيال بوضياف سنة 1992. أريد أن أطرح هذا السؤال على القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ السيد الطاهر الأخضر. أرحب بك سيد طاهر. مرحبا الأخ كريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب نعطيك الوقت حتى يعني أنت استمعت وأنت شاهد وأنت داخل يعني ويعني فاعل في هذه الأحداث بين انتخابات 90 وتجربة الاعتصام، فك الاعتصام واعتقال الشيوخ ثم دخول الجزائر في ربما متاهات جنت منها الشوك، هل من عبر لديكم؟ هل من دروس؟ هل من شيء ربما تحضروه للمستقبل كجبهة إسلامية للإنقاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخ كريم إذا سمحت لي أن أرجع قليلا إلى الكلام عن مجالس البلدية وفترة تسييرها. طيب طيب. لأن لدينا على الأقل على مستوى بلدية الأغواط شهادات حية ونماذج أعتقد أنها فريدة على المستوى الوطني للرد على الذين يتهمون المجالس البلدية للجبهة الإسلامية للإنقاذ بسوء التسيير والرشوة إلى غير ذلك. وقبل أن أشرع في سرد هذه الوقائع الحية لأنني لا أؤمن بالشعارات والكلام الذي لا رصيد له من الواقع والشهادة، أذكر أن ما أقوله يشهد عليه سكان بلدية الأغواط ولهم حق الرد إذا قلت غير الحقيقة، ويشهد عليه السيد والي ولاية الأغواط آنذاك السيد عبد الملك سلام الذي كان واليا في الفترات هذه. تلك الفترة من بين الأمور التي يسجلها التاريخ لبلدية الأغواط أنه عند الشروع في توزيع قطع الأراضي جاءت القرارات الإدارية بتحديد سعر المتر المربع الواحد ب 25,250 دينار جزائري للمتر المربع الواحد، فاضطرنا للاتصال بسيد الوالي بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي وناقشناه في قضية السعر المرتفع الذي يصعب على المواطن أن يتكفل به. وهنا كان رد سيد والي الولاية أن هذا قرار إداري ويصعب عليه أن يخالفه، فكان رد جواب رئيس بلدية الأغواط سيد بشير حمدي جزاه الله خير، قال له بالحرف الواحد سيد الوالي أنت معين بقرار إداري ومن حقك أن تدافع عن الإدارة، أما أنا فمعين بقرار شعبي ومن واجبي الدفاع عن مصلحة المواطن. وبعد النقاش تم تخفيض السعر من 25,000 إلى 10,000 إلى 100 دينار المتر مربع الواحد، على أن تتعهد البلدية بالتكفل بفارق السعر من خلال تهيئة الأراضي بوسائل البلدية. هذا نموذج أول. النموذج الثاني أيضا عشناه في البلدية والشاهدان دائما هما سكان الأغواط ووالي ولاية الأغواط سابقا، هو بعد حوار مع مديرية الأوبيجي تم الاتفاق على أن تتكفل البلدية بتوزيع حوالي 650 سكن. هذه 350 سكن كانت مخصصة لبلدية الأغواط، فجرى تقسيمها على أحياء المدينة بحيث كل حي يحصل على نسبة من السكنات بقدر نسبة عدد السكان فيه، وجرى تشكيل لجان على مستوى الأحياء. هذه اللجان هي التي عدت قوائم السكنات ثم تم تسليمها إلى مصالح الوبيجي التي قامت بتوزيعها. هذه شهادة حية أذكرها وما زلت أتذكرها، وأعتقد أن فيها الرد الكافي على من يتهمون الجبهة الإسلامية الإنقاذ في عملية التسيير. بالرجوع إلى ما حدث في الجزائر أيضا أبدأه من تجربة الانتخابات، سأقول إن تجربة الانتخابات المحلية لسنة 90 تمثل أخي الكريم نقطة بارزة في المسار التحرري للشعب الجزائري، لأنها أول انتخابات محلية حرة عرفتها الجزائر منذ 62، وهذا باعتراف النظام نفسه الذي أشرف عليها. وهنا أيضا نقطة حساسة، دون أن يكون للجبهة الإسلامية إنقاذ أي تواجد في أي من مؤسسات الدولة أو هياكلها. وفي هذه الفترة أيضا أذكر أن النظام قد قدم مساعدات مالية واعتمادات للأحزاب، فكانت الجبهة هي الوحيدة التي رفضت أن تتلقى أموالا من النظام باعتبار أن ذلك رشوة سياسية وهدر للمال العام. إذن أمام هذه الحقائق يتضح أن الأمر مختلف تماما عما كانوا يذكرون. أما قضية الأحداث التي توالت بعد ذلك، أذكر أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تكن أبدا هي المبادئة في المجرى. لقد كانت هذه الانتخابات مفاجأة كبرى،
ومؤشر قوي على التفاف الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري حول الجبهة، حول مشروع الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ومن هنا كان خوف النظام وفزعه، لأنه رأى هذا الالتفاف حول هذه الجبهة هذا أمر يهدد استمرار النظام القائم، وبدأ عندئذ في المضايقة وفي خلق العراقيل وفي محاولة محاصرة الجبهة وخلقها وخلقها عفوا، ولجأ إلى التحايل من حيث إعادة التقسيم الإداري للدوائر الانتخابية، حيث انطلاقا من نتائج الانتخابات البلدية عمل بما يضمن تحجيم الكتلة الانتخابية للجبهة الإسلامية للإنقاذ لحساب جبهة التحرير الوطني، بإضافة لتجريد رؤساء البلديات من كل صلاحياتهم، وتم إيكال ذلك إلى رؤساء الدوائر. أمام هذا الوضع وهذا الظلم وهذا الحيف وهذه المحاصرة، اضطرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى اللجوء، هذه العوامل كلها دفعتها إلى اتخاذ موقف سياسي، وأنا أقول الإضراب موقف سياسي دستوري تضمنه جميع الديمقراطيات المتعارف عليها في العالم إلا ديمقراطية الجزائر، وهو حق الإضراب. وقد كان هذا الإضراب نموذجا للموقف السياسي الحضاري المنظم، والذي أظهر التلاحم الكبير بين الجبهة الإسلامية للإنقاذ وغالبية كبرى من أبناء الشعب الجزائري، الذي عبر عن درجة عالية من الحس الوطني والتنظيمي والوعي السياسي. فخلال أيام الإضراب ظل مئات الآلاف في مسيرات يجوبون شوارع المدن والقرى ويعتصمون في الساحات دون أدنى مساس بالأمن العام، أقول بالأمن العام، دون أي تخريب للممتلكات أو اعتداء على الحريات، بل أكثر من ذلك أظهر هذا الإضراب حالة فريدة من التلاحم بين أفراد الشعب الجزائري، مما زاد في خوف النظام ولجأ كما اعتقد هو إلى الحول الفاصلة إلى القضية الفاصلة التي اعتقدها أنها هي الوسيلة الوحيدة للقضاء على الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهي قضية اعتقال الشيوخ، إن معتقدا أنه بذلك ينهي أمر الجبهة، متناسيا أو متغافلا أن القضية بالنسبة للجبهة الإسلامية للإنقاذ هي قضية مشروع وليست قضية أشخاص. طيب أريد أن أقف عند هذه النقطة، الوقت يداهمني، الوقت يداهمني سيد طاهر، مادام تتحدث عن المشروع قضية مشروع، يعني أنا أعطيك دقيقة وحاول تختصر فيها، ماذا عن المشروع الآن؟ هل كل هذا فيه درس لأن تكملوا هذا المشروع، وإلا هل عندكم خطة لإكمال هذا المشروع؟ أخي الكريم، الماضي دائما فيه دروس وفيه عبر، والماضي دائما هو المدرسة لمن أراد أن يحضر للحاضر المستقبل. يقول الخبراء إن الحاضر هو نتيجة للماضي وهو مقدمة للمستقبل، فلا يمكن أن نبني حاضر دون الرجوع إلى الماضي للعبرة، ولا يمكن أن نبني مستقبل دون أن ننظم الحاضر، وهذا حقنا نحن جزائريون، وربما نحن أولى بكثير من غيرنا، ومن حقنا أن نمارس العمل السياسي في الأطر الدستورية وفي الأطر من النظام العام للجمهورية، وهذا لا يستطيع أن ينازعنا فيه أحد ولا يستطيع أن أحد. بقي أن أشير أخي الكريم إذا سمحت في دقيقة واحدة، لقد تكلمت مع الإخوة حول العنف كيف بدأ، لم تبدأه الجبهة لأنه لم يكن نموذجها ولم تكن ضمش عليه، بل الذين بدأوا هم النظام، هم أبناء النظام، لأنهم ألفوا منذ 62 على حل مشاكلهم بالسلاح. من الذين اقتتلوا عشية الاستقلال في حرب الولايات؟ ماذا حدث سنة 67 في انقلاب الطاهر الزبيري حينما اضطرت أطراف من النظام هواري بومدين إلى استخدام الطيارين السوفيات في قصف الوحدات التي كانت في طريقها للعاصمة في منطقة العفرون؟ من الذي استخدم العنف سنة 88؟ من الذي قتل خيدر في مدريد؟ من الذي قتل كريم بالقاسم في فرانكفورت؟ إذن هذا مسارهم، هذا تاريخهم، أنهم لا يؤمنون بالحل السلمي، لا يؤمنون بالحوار، حلهم الوحيد هي البندقية والرصاص والقتل وإصالة الدماء، حلهم الوحيد. لذلك هم بعد هذا المسار مع الجبهة الإسلامية قال أدركوا أنه لا سبيل إلى القضاء عليها إلا الاستئصال، فمارسوا الاستئصال. أخي الكريم، أشكرك جزيل الشكر القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ سيد الطاهر الأخضر، كنت ضيفنا عبر الهاتف من مدينة الأغواط، وأختم مع ضيفي هنا في الاستوديو القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ سيد عبد الله أنس، حول من يتحمل المسؤولية في النهاية
أنه يعني يترجم هذه الاستفادة من الدروس، يعني سواء كان هو من الجبهة أو من غير الجبهة، لأنه في النهاية اللي عانت بلاد كلها وشعب كامل. يعني أنا في تصوري حتى تسهل مهمة دراسة العبر للخروج بها إلى إعادة التوازن والشرعية، لابد أن نصف الأمور وصف حقيقي ثابت تاريخي. الشعارات التي رفعت قبيل إدخال الجزائر إلى نفق المظلم كانت من أجل القضاء على الديمقراطية، من أجل حمايتها، القضاء على أمن الوطن من أجل حمايته، القضاء على النظام الجمهوري من أجل حمايته. يعني أنت تقضي على إنسان لما يموت تقول له أنا فعلت هذا الفعل لحمايتك وأنت قتلته. فلحد الآن لا أظن يختلف اثنان على أن النظام الجمهوري قتل، الحريات قتلت، لم تعد الديمقراطية، لم تعد الديمقراطية، ولم يعد الأمن الذي من أجله جاع المواطن وتهرى المختبر في الجامعة وتهرى المستشفى، كله خدمة للأمن الذي تضخمت ميزانيته لنخرج بمحصلة في 2012 ألا أمن. فإذا هذه العبرة التي نخرج بها من هذا، هل لا يزال هؤلاء الأشرار الذين أدخلوا البلاد في هذه الظلمات لا يزالوا مصرين على مواصلة الطريق والتدمير والخراب، أم يتوقفوا ويتركوا الأمة ترسم طريقها نحو النور والاستقرار إن شاء الله؟ أشكرك جزيل الشكر القيادي في الجبل السامي للإنقاذ سيد عبد الله أنس على هذه المشاركة معي في هذه الحلقة الخاصة. مشاهدي الأعزاء، تتابعون بعد لحظات برنامج صدى الشارع مع زميلي عثمان سابق، لتعطونا رأيكم ونسمع منكم ما نتحدث عنه اليوم في هذه التغطية الخاصة حول أحداث جوان 1990، أحداث جوان 1991، والتي كانت مؤشر لتغيرات دراماتيكية حصلت في الجزائر. إلى أن ألقاكم أنا في حلقة قادمة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.